السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اسماء الجندي من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، بس قبل ما نخش في الدرس انا حاسة ان انا عاوز اشرب، انا عطشانة قوي، حد يجيب لي كوباية مية لحسن انا هموت من العطش. تموتي من العطش ايه يا ميس؟ هو في حد بيموت من العطش؟ طبعا كل الكائنات الحية محتاجة للمية، ولو ما لقيتش المية هتموت، عشان المية دي حاجة مهمة جدا 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 وحاجة أساسية جدا في حياتنا. عشان كده يا أصحابي لازم نعرف عنها كل حاجة، ونعرف أسرارها وخباياها، ونعرف هي موجودة فين بالظبط. وده موضوع درسنا النهاردة. يلا يا حبايبي، واحنا معانا الكتاب كده، ونفتح الكتاب على المحور الثاني، The World Around Me، العالم من حولي. Chapter 3: Where do we find water؟ أين نجد الماء؟ ونجيب بيج رقم 82 ونقرأ مع بعض. Water Around Me، الماء من حولي. طبعا يا حبايبي احنا عارفين الماء حوالينا في كل حتة، في مصادر مياه مختلفة خلقها ربنا للإنسان، وفي مصادر عملها الإنسان بنفسه. Draw a picture of water in the world around you، يعني ارسم صورة للماء في العالم من حولك. يعني انت مثلا ايه صورة للماء تكون من العالم من حولنا؟ ممكن المية تنزل مثلا من حنفية، وممكن المية تكون موجودة في ازازات في السوبر ماركت، وممكن المية تكون من مصادر طبيعية زي البحار والانهار والمحيطات، وممكن تكون موجودة في مصادر عملها الانسان زي النافورة مثلا اللي في الجنينة. ونوصل لبيج 83، Man made and natural، يعني الأشياء المصنوعة والأشياء الطبيعية. Listen to your teacher، استمع إلى معلمك. Look at the dots under each pictures، وانظر إلى النقط تحت كل صورة. Next، بعد ذلك circle the examples of water that are natural features in your environment، ارسم دائرة حول الأشكال الطبيعية للماء كما تراه في بيئتك. يعني هنا يا حبايبي بيقول لنا استمع للمعلم بتاعك، يعني نسمع المدرس بيقول لنا ايه، ونبص على النقط اللي تحت كل صورة زي ديت، وبعد كده نشوف انهي صورة فيها مظاهر طبيعية للماء وانهي صورة مفيهاش مظاهر طبيعية للماء، ونلاقي فيها مظاهر طبيعية للماء نحط حواليها دايرة. يلا نشوف كل صورة بتتكلم عن ايه. هنا ده ايه؟ ده بانيو، والبانيو دوت في ايه؟ في حنفية. الحنفية ديت مش بتنزل مية؟ طبعا بتنزل مية. طيب الحنفية ديت مصدرها طبيعي ولا الانسان هو اللي عملها؟ لا طبعا الانسان هو اللي عملها، يبقى ديت مش هنحط حواليها سيركل. نيجي للصورة اللي بعدها، ده ايه؟ دي clouds، ودي rains، ودي bubbles في الارض. يعني ايه؟ يعني دي سحب، ودي امطار، ودي برك موجودة في الارض. طيب الحاجات ديت الانسان اللي داخل فيها، الانسان هو اللي بيعمل السحب، هو اللي بينزل المطرة، ولا هو اللي بيعمل البرك اللي في الارض ديت؟ لا طبعا هي موجودة natural، موجودة طبيعية. طيب يبقى هنا هنعمل ايه؟ هنعمل سيركل، صح ولا مش صح؟ صح الصح. طيب نيجي للصورة اللي بعدها، احنا شايفين فينا ايه؟ شايفين جبال، وشايفين سماء، وشايفين سحب، وشايفين هنا ايه الطويل دوت؟ ده نهر، نهر، نهر جميل زي نهر النيل بتاعنا. طيب النهر دوت هو موجود طبيعي؟ يعني الانسان مسك المية وحطها جوه النهر دوت، ولا هو النهر دوت موجود كده لوحده؟ لا طبعا النهر دوت موجود لوحده، الانسان بياخد منه ويستخدمه في صور اخرى، بس هو كاريفر هو مخلوق لوحده كده. طيب يبقى ده ناتشرال ولا مان ميد؟ لا ده طبعا ناتشرال، يبقى نحط حواليه سيركل. يلا اللي بعده، الله ده بحر جميل اهوت. فاكرين واحنا في المصيف وبنروح نصيف ومعانا العوامة بتاعتنا، والبحر يبقى كبير قوي 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 ومش شايفين اخره؟ يا ميستر تبقى احساس جميل قوي قوي قوي. طيب
في حد بقى بني ادم كده زينا مسك بقى البحر ده وقعد يملاه بالميه يملاه بالميه يملاه بالميه؟ لا طبعا، محدش هيقدر يملى البحر ده كله بالميه. يبقى البحر دوت مين ميد ولا ناتشورال؟ لا طبعا ناتشورال. برافو عليكم يا صحابي. نيجي الصوره اللي بعدها. ايه ده، الله، ده بيسين برضو. انا بحب الحاجات دي قوي، بحب كده جو البلبط كده والميه ونستمتع كده ونقضي وقت جميل. بس ده احنا شايفينه كله اهوت، في حواليه سور وفي سيراميك من تحت وفي سلم، دوت شكله طبيعي ولا دوت مان ميد؟ لا طبعا مان ميد. احنا بنشوف الناس هي اللي بتعمل بسنات وهي اللي بتعملها مدوره وبتعملها مربعه وبتعملها مستطيله وعلى شكل وعلى اشكال مختلفه، بتعملها غويطه وبتعملها قصيره للاطفال. يبقى دوت ايه يا حبايبي؟ دوت مان ميد، مش هنحط حواليه سيركل. وايه ده بقى؟ ده دلو، دلو اللي ماما بتحط فيه الميه. وده في صابون دوت ولا ايه؟ اه ده اكيد طبعا ان هو مش ناتشرال، اكيد ان هو في منه كتير جدا 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 وموجود عندنا في كل بيت، فاكيد ده طبعا ان دوت مان ميد ومش هنحط حواليه سيركل. ونيجي بقى للبيج اللي بعدها، بيج 84، ونقرا مع بعض. clouds rain and bubbles، clouds rain and bubbles يعني السحب والامطار والبرك. احنا كنا شفنا في صفحه من اللي فاتوا ازاي السحب بتتكون وازاي الامطار بتتكون وازاي البركه بتتكون. طيب يا حبايبي، الكلاودز والرين والبادلز بيتكونوا ازاي؟ ايه يا حبايبي الكلاودز ديت؟ الكلاودز دي اللي هي السحب. بتتكون ازاي بقى يا ترى السحب دي؟ دي بتبقى عباره عن نقط صغننه وقطرات صغيره جدا من الميه بتقعد تتجمع في السماء، حبه صغننه على حبه صغننه على حبه صغننه لغايه ما يعملوا سحابه. والسحابه ديت كل ما بتزيد فيها كميه الميه بيلاقي لونها اغمق، يعني عشان كده بنلاقي سحابات لونها ابيض ونلاقي سحابات لونها رمادي. السحابات بقى اللي هي لونها رمادي اللي احنا بنقول كده بالكلام كده بتاعنا مغيمه، بتعمل ايه؟ دي بتبقى خلاص اتملت على اخرها، وخلاص بقى ايه، تبتدي تفضي الميه الكتير اللي اتجمعت جواها، وهي بتفضي الميه ديت والميه نازله علينا ونسميها ايه بقى؟ بنسميها رينز يعني امطار. وما المطره تبقى كتير كده اهوت ومغرقه الدنيا، تبتدي تعمل ايه؟ بادلز صغيره يعني برك صغيره، وبنسميها بادلز. يبقى نقول مع بعض تاني، cloud rain bubbles، cloud rain bubbles. احنا عرفنا بقى هي الكلاود وعرفنا ايه هي الرين، ايه هي البادلز. شوف بقى صاحبنا في الكتاب عاوز مننا ايه؟ directions، read each word with your teacher يعني اقرأ كل كلمة مع مدرسك، trace the letters امشي على النقط او امشي على الحروف، use the word in a sentence واستخدم الكلمة في جملة. يعني بيقولك اقرأ الكلمات ديت مع المدرس بتاعك او التيتشر بتاعك، وبعد كده امشي على الحروف اللي هي منقطة ديت عشان تعرف تتعلم الكلمة، وبعد كده استخدم كل كلمة من الكلمات ديت في جملة. طيب ايه ممكن الجمل اللي احنا نقولها، او معنى اصح الجمل اللي احنا اتعلمناها؟ نقول مع بعض كده، cloud make rain يعني السحب تكون الامطار. الكلمة التانية، rain make bubbles الامطار تكون البرك. طيب جيب جملة تالتة، bubbles came from rains، صح ولا مش صح؟ البرك تأتي من الأمطار. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، بيج 85، rain rain falling down الأمطار والأمطار تتساقط. شوف صاحبنا اللي في الكتاب عاوز مننا ايه، draw a picture of a rain falling from clouds using dots lines and shapes. draw a picture يعني ارسم صورة of rain falling from clouds للأمطار وهي تسقط من السحب، باستخدام dots النقط، lines الخطوط، and shapes الأشكال الهندسية. يعني عاوزنا نرسم صورة للمطرة وهي بتمطر، مطرة وهي بتمطر خفيف هتنزل لنا مطرة خفيفة تبقى عبارة عن نقط، والمطرة وهي بتمطر جامد أوي كده وبنسميها بتشتي وتبقى عبارة عاملة زي أكنك فاتح دش كدهوت. مش لما بتبقى فاتح الدش بتشوفها نقطة نقطة نازلة، ولا بتشوفها خط طويل كده نازل على طول؟ يبقى إيه؟ نرسمها كأنها خطوط نازلة من السماء، نرسم المطر كأنها ايه، على هيئة خطوط نازلة من السماء عندما تكون الأمطار غزيرة. ونستخدم
الأشكال الهندسية مثلا نستخدم مثلا الشكل البيضاوي للسحاب، وممكن نستخدم السيركلز أو الدوائر لعمل البرك في الأرض. وبكده يا أصحابي نكون نهينا شرح النهاردة، وأتمنى أن انتوا تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وما تنسوش تقول لمامي تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وشوفكوا على خير إن شاء الله المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.